قنوات المجد للأطفال، أمان لطفلك وراحة لبالك. الاسم بيادر الحارثي، العمر 12 سنة، المدينة الطائف، الموهبة التصميم والإلقاء. يلا نروح نشوف. الاستفادة من الوقت، لابد من أن نستفيد من وقتنا، فالوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. ومن أمثلة الاستفادة من الوقت المحافظة على الصلاة في وقتها، قراءة القرآن الكريم، قراءة القصص المفيدة، الدراسة، ممارسة المواهب، مساعدة الأهل في سقاية المزروعات، اللعب قليلا ولكن لا نكثر منه، علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال. لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.